فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة حقيقة من الأسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وقبل ما أبدأ بالإجابة على الأسئلة المتبقية، هيا تفضل. طيب، ما نحب نترك الاتصالات تنتظر. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله يا علي. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول بالنسبة يعني في رمضان نعرف إن الشياطين مربطين، بس أحيانا أحس إن يعني توسوس الشيطان نسوي أشياء ندنب كثير، ما الحكم يا سيدي؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة، سمعت أحد الدعاء يدعو للمرضى يعني يقول اللهم شافهم بشفائك ودعوهم بدوائك وخلصهم من بلائك، فشوي ما فهمت شنو خلص من بلائك يعني. إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا الله ابتلى عبده، إذا حب الله عبده ابتلى، كيف يعني أخر؟ إن شاء الله. السؤال الثالث بالنسبة شو اسمه للدعاء، يعني ما الحكم رفع اليدين عن الدعاء؟ إن شاء الله يا علي. شرط يعني؟ إن شاء الله. بس شيخ من فترة كلمتك في الاتصال اللي بعده اللي قبل عشان المرايا. اي. بس يعني ما أعرف استخدام أحسن اليوتيوب، يعني ما حصلنا الحلقة. الآن المخرج يسمعك إن شاء الله وما يقصرون بإذن الله. بارك الله فيك علي. نعم. فضل جمال. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليك، أريد منكم نصيحة شيخنا، يعني لشاب عايش في دولة مسلمة آسيوية والحمد لله يتقبل النص شيخ، لكن عنده شوي مفاهيم مغلوطة في باب السمع والطاعة، ما عنده مصدر تلقي صحيح. شيخنا يقول ما حكم يعني إلزام الناس بالقانون الذي لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي خالف يعاقب. يقول أريد الزواج لكن أخاف أتحاكم يعني لغير ما أنزل الله. يريد الزواج يعني هناك في البلد اللي عايش فيه. أيوة، لكن يقول عندما أوقع على الأوراق وكذا يقول يعني أخاف يعني أوافق على أشياء يعني يظن أن هذا تحاكم لغير ما أنزل الله. الله المستعان. هذا ما على هالطريقة هذه ما يقدر يعيش مع الناس. طيب يا جمال أبشر وديه. إن شاء الله بحول الله أبشر. أرسل المقطع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله. تفضل عبد الله. تفضل يا ناجي من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ناجي. الله يبارك فيك احفظك. عندي سؤال واحد بالنسبة للشخص الذي يحفظ أربع أجزاء فما فوق، يعني ممكن خمس أجزاء في صلاة التراويح، هل يقرأ هذه الأجزاء ويكرر أم يمسك المصحف يختم في الصلاة بغض النظر على القراءة اللي خارج الصلاة، ما هو الأفضل؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله. فضل عبد الله شارقة. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا طويل. حياك الله. يا مرحبا. يا مرحبا. طول العمر عندي سؤال، انا كافر يتامى برا. اي. واطلع الزكاه، هل اني اطلع مركز من زكاه المال هذه ارسلها لهم ان شاء الله؟ وثانيا طال عمرك بعد سؤال، زكاه الفطر يعني صدقها بقول عمال صيام. إيه؟ هل نحن نوزعها على العمال اللي هو الرز ولا طحين؟ أخوي عبد الله، زكاة الفطر ولا الفدية؟ لا، زكاة الصيام يعني. حق الصيام. إيه نعم. إيه. إيه نعم. هل أنا وديها العمال، لأن طبعا قليل أحد يأخذها من الجماعة اللي هني. إيه. إيه نعم. يا ما يأخذونها، يأخذون بس عندنا كثير عمال في المزارع، وعلى ما تقول ونعرف يعني على معاشاتهم ضعيفة وعلى سبب. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. واضح السؤال. أبشر. تسلم يا طويل. مرحبا مرحبا. يا مرحبا. هذا الحميد.
السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك عليك الشهر يا شهر مبارك علي عليك. طول عمر أنا عندي خدامة صار لفترة طويلة وأسلمت عندي يعني في البيت. إي. وطبعا هي كانت تصوم ولكن جات مرض في الغدة والدكتور قال لازم تأخذين أدوية فما تقدر تصوم. يعني هل يصير إني أنا أدفع عنها زكاة الصوم؟ إيه. ولا لازم أسلمها إياه وهي تدفع؟ هي ما تعرف يعني حتى لو دفعت لي لازم تقولي ثروته وحطها الهيئة إن شاء الله يا حبيبي. يعني أنا ممكن أحوله عن طريق الابليكيشن مال الخدمات. نعم 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 ممكن إن شاء الله. سؤال ثاني الشيخ أمس تكلمت عن رفع اليد في الصلاة. نحن ما نرفع يدينا إلا في تكبيرة الإحرام، نبي نعرف فضيلتك لو سمحت. إن شاء الله يا حميد. بارك الله. مرحبا مرحبا. تفضلي يا مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. عندي أخت أخذت قرض من البنك عشان تبغى تشتري بيت. بس صار الظروف وما اشترت وخلات القرض، بس هي للحين بتدفع القسط. هل يجوز طلع لي زكاة؟ إن شاء الله يا مريم. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك. مرحبا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أمة الله الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ من هو الفضل باش نصلي التراويح، نحفظ من محفظي أنا أم من المصحف؟ إن شاء الله. من هو اللي أفضل؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني كيف نحمد الله ونشكره؟ كيف نحمد الله؟ ونشكره. إذا افتح علينا في بعض الأشياء. والسؤال الثالث هل في دعاء القنوت نقرأ من الكتاب الدعاء؟ والسؤال الآخر يا شيخ ما هو الوقت ما بين الأمساك في الأمساك ما بين الأمساك والأذان؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا. يلا آخر اتصال. تفضل يا أم محمد. السلام عليك يا شيخ. أخوي محمد من العين. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سمعونا على الصوت. مرحبا ومسهلا حياك الله يا شيخ. بسألك عن الفطرة مال رمضان. أي. يجوز نعطيها شخص واحد إن شاء الله ولا فلوس يعني ولا لازم يكون عيش ولا يكون أمر ولا أبشر يا محمد. سؤال ثاني. بارك الله فيك أحسن. وفيك بارك. يلا تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندنا سؤالين. السؤال الأول تفضلي. أن تتلو القرآن مع دكتور يعني في الجامعة. عن إيش عفوا؟ أعيد السؤال ما سمعته جيد يا أم محمد. أعيد السؤال. أن تتلو القرآن. تلاوة القرآن؟ نعم. أيوة. في بث مباشر مع يعني في مجموعة. أيوة. عبر البث المباشر. يعني مع في وسائل التواصل هذه ها؟ نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم العمل في مطعم لا طعام الكفار في نهار رمضان؟ مطعم إيش يسوي طعام؟ نعم. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا قبل ما أبدأ بالأسئلة في سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه، يسأل يقول بأنه كان يمسح على الجوربين ونسي خلع الجوربين بعد مرور 24 ساعة وصلى صلاتين أو ثلاث، يقول ما حكم هاتين الصلاتين؟ الجواب أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للمسح على الخفين لا يلزم أن يكون 24 ساعة، فقد يكون 48 ساعة، قد يكون 30 ساعة، قد يكون أكثر أو أقل على حسب حال الماسح على الجوربين. لماذا؟ لأن عندنا مسألة المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين هي تبدأ من أول حدث بعد من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. مثال، شخص الآن توضأ لصلاة الصبح ثم لبس الجوربين،
فمر عليه وقت الظهر وهو على وضوء، صلى الظهر بنفس وضوء الفجر، وقت العصر نفس وضوء الفجر، العصر المغرب العشاء مثلا، أفترض هذا افتراض، الساعة العاشرة مثلا، الساعة العاشرة في مساء أحدث زين، ثم توضأ الساعة الحادية عشر ومسح أول مسحة، من هنا يبدأ المسح على الخفين. يعني متى ينتهي المسح على الخفين؟ ينتهي الساعة الحادية عشر من اليوم الثاني في الليل. لاحظت هي ليست 24 ساعة، ولذلك دائما أذكر يعني إخواني يضبطون بمثل هذه المسألة، هي أول مسحة بعد حدث، أول يعني بعد ما يلبس الإنسان الجوربين ثم يحصل له حدث ويمسح أول مسحة، يبدأ العد التنازلي إن صح التعبير في قضية المسح الخفين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي مسح الخفين وانتهت مدة المسح، أفترض الآن انتهت مدة المسح بعد صلاة العصر، أفترض افتراض، وبقي على وضوئه، ما انتقض الوضوء، فصلى المغرب والعشاء بنفس الوضوء، وضوء الظهر أو العصر السابق، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أما إذا كان لا انتقض وضوءه بعد انتهاء مدة المسح، فإنه يتوضأ من جديد ويقضي هذه الصلوات التي صلاها بعد ذلك. أرجو أن تكون المسألة واضحة. أم مريم من فرنسا تقول عندها أخت وصتها أن تسأل هذا السؤال، تقول عندها أخ يكبرها سنا قاطعها أكثر من سنة، والسبب في ذلك أنه زوج ابنته أو ابنه وهي ما حضرت بسبب تقول بعد المسافة، وأبوها كان مريض وأيضا عندهم اختلاط، تقول الآن أحاول أنني يعني أتواصل معه وهو يرفض ذلك. أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت أولا كان الواجب عليها طبعا أن تعتذر، أن تقدم اعتذار عن حضور هذا الزواج، كان الواجب عليها ابتداء أن تقدم اعتذار، ودائما الناس يعذرون الآخرين إذا قدموا الاعتذار، أما أنها تترك وتهمل هذا لا شك بأنها أخطأت، أخطأت حتى لو كان هذا الحفل فيه معصية، تعتقد بأن هذا معصية أو شيء، الواجب أيضا أن تعتذر، تقول والله أنا مشغولة مع الوالد مريض، أنا عندي زوجي يعني يحتاجني، عندي أولادي، عندي مريض، عندي كذا، تعترض بأي شيء من الأعذار الموجودة عندها. الأمر الثاني بالنسبة لها الآن، يجب عليها أن تستعطف أخاها من خلال رسائل، من خلال هدية، من خلال يعني زيارة مباغتة، وتبين له الحال، تبين له الوضع، وبهذا أعتقد بإذن الله عز وجل تنتهي المشكلة. الأمر الآخر، لا يجوز لأخيها أنه يستمر في هذه القطيعة لأجل أمر من أمور الدنيا، يعني استمرارية القطيعة بمثل هذه الصورة لأمر مضى وانتهى، أعتقد تنم عن قسوة في القلب وتنم عن صلف للأسف الشديد، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون لين القلب، رقيق الطباع، يعني مثل هذه القضايا يجعلها وقتية وتنتهي، إذا غضب الإنسان أو مثلا حصل عتاب في نفسه أو زعل مثلا، ما يجوز له أن يجعل هذا الأمر طوال العمر وطوال الزمان، فإن هذا مما لا يجوز، خاصة وأن بالنسبة لأخته لديها أعذار كثيرة، سواء تتعلق بها أو بزوجها أو بوالدها أو بأولادها أو بالمسافة البعيدة التي ستقطعها، ليس واجب أن الإنسان يسافر حتى يجيب دعوة، هذا من باب الفضل والتفضل ومن باب يعني النفل، أما إذا كان قريب نعم دعوة العرس يجب إجابتها على الصحيح من أقوال أهل العلم، بشرط أن لا يكون فيها منكر، وهي عندها عذر، ولذلك توصي أخاها وتبين له بأن هذا لا يجوز وحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، وبعدين هو الآن هو كان له الحق، الآن الحق عليه، استمرارية بهذا الغضب وبهذا الصدود أصبح الحق عليه الآن، يعني هو في البداية كان له الحق ويطرب من أخته أن تعتذر، الآن انقلب الوضع، يعني رفضه وقطيعته بهذه الطريقة، بدل ما يكون مظلوم أصبح ظالم، بدل ما يكون صاحب حق أصبح الحق عليه، ركب عليه. فلذلك الآن بالنسبة لصاحبتك وأختك هذه، قولي لها تلين الكلام، ترقق الكلام، تحاول تكلم زوجته، تكلم مثلا أولاده، تقولهم يعني أنا كان عندي ظرف وما استطعت، من هذا الطريق بارك الله فيك. وبالمناسبة يوجد حقيقة، وهذه رسالة لكل من يشاهدني، في من الناس عندهم تدين وعندهم ما شاء الله حرص على الحلال وعلى الحرام،
يعني حرص على الحلال واجتناب الحرام وما يبغون يدخلون في مثل هذا الشيء. لكن مشكلتهم وين؟ مشكلتهم في الأسلوب، مشكلتهم في الأسلوب، يعني ما يقدرون المصالح والمفاسد. يعني أنا مثلا أقول لا، لا يجوز حضور حفلة زواج فيها منكر، هذا مش كلامي أنا، كلام جماهير أهل العلم، يقول يحرم على الإنسان يحضر حفلة زواج فيها منكر مثلا. لكن لا يلزم بالضرورة أني والله أنا أسوي لي مشكلة حتى ما أحضر، خاصة بين الأرحام. يعني مثلا أخت مثلا مثل هذه الحالة، أخوها زوج ابنه أو بنته ودعاها، يجب أنها تكون لبقة ويكون عندها ذرابة في اللسان بحيث أنها تعتذر اعتذار ما يسبب مشكلة ولا يورث حقد وكراهية. وأحيانا قد يحتاج الإنسان أن يروح يؤدي الواجب وينصرف، خاصة بين الأرحام، روح يسلمي واعتذري منهم، قول الله الوالد مريض ولا عندي زوجي مريض ولا أولادي مريض، حتى لو قلتي أنا مريضة سامحوني مريضة من هذا المنكر، مثل ما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، قال إني سقيم، قال أهل العلم من أهل التفسير ما كان سقيم، ما كان مريض، لكن يقول أنا سقيم مريض من أفعالكم، مريض من أعمالكم، بمعنى أنه ليس بالضرورة إذا وجد خطأ من الأرحام أني لازم أسوي مشكلة. وهذا للأسف كثير من الناس الآن عندهم، ما عندهم يعني حسن التصرف في مثل هذا، لا روحي أدي الواجب سلمي عليه، وإذا جاء المنكر انسحبي وقولي والله سامحوني أنا مريضة، أنا والدي مريض مثل حالتها، زوجي مريض، زوجي يحتاجني، أولادي كذا، عندي موعد ضروري، وشيء من هذا القبيل. بارك الله في الجميع. عبد الله من عمان يقول بالنسبة للأطفال عندي، يقول أمهم توفيت ولديهم مال ويمشي لهم راتب أيضا من الحكومة، عفوا يقول أنا جدهم، يقول أنا جدهم وأنفق عليهم من هذا المال، ما الحكم في مثل ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة واجبة في كل مال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال لعاقل لبالغ لمجنون لصغير، يجب الزكاة في المال، ما ينظر إلى حال الشخص، من هو الشخص. ولذلك قال العلماء جماهير أهل العلم يجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، والذي يتولى إخراج الزكاة الولي اللي هو أنت، أنت جدهم بارك الله فيك. ولذلك بارك الله فيك، هذا المال في نهاية كل سنة في نهاية كل حول تشوف إذا كان بلغ النصاب تزكيه بارك الله فيك، تطلع ربع العشر. والواجب عليك أخوي عبد الله، الله يرضى عليك ويسلمك، أنك تشغل هذا المال بنشاطات تجارية ما فيها مخاطرة. لماذا؟ لأن الزكاة تأكل المال، مثل ما قالت عائشة وقال عمر والصحابة رضي الله عنهم، كانوا يوصون أولياء الأيتام قالوا اشتغلوا بهذه الأموال لا تأكلها الزكاة، اتجروا بها. ولذلك مثلا تستشير أحد من أهل الخير والصلاح والفهم، تقول والله عندي أيتام وعندهم مال، أبغى أحط جزء من المبلغ في أسهم مثلا نشاطها مباح، أو أعطيك إياها تشغلها مضاربة، أهم شيء تثق فيه ما تخاطر. هذا من مسؤوليات ولي الأيتام بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع الراتب اللي يمشي لهم، لا شك أن هذا الراتب اللي يجي من الحكومة يقسم عليهم وفق النظام اللي عندهم، وفق النظام الذي عندهم، فأنت بارك الله فيك ما يعني لك الحق الكامل تصرف منه، ولك الحق الكامل أن تأكل بالمعروف لأنك جدهم أنت، وأن تقوم على خدمتهم، فيجوز أن تأكل بالمعروف وأن تستغني وتترك أفضل. يعني إذا تقول أنا أحطه في حسابهم أفضل من أنك تأكل، لكن لو أكلت بالقدر اللي أنت تحتاج إليه ما في شيء ولله الحمد، لأن الله عز وجل رخص ذلك وأذن به، والأفضل والأكمل لك لا تحطه في حسابهم وتصرف لهم من التركة بارك الله فيك، أو أن تتبرع عليهم. لكن إذا احتاجوا، أحيانا يحتاجون ضروريات، يحتاجون أمور كذا، تأخذ من الحساب وتصرف عنهم بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول بأنها انتهت من الدورة في رمضان، تقول لما جيت أتوضأ وجدت دم. أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا انتهت من دورتها ورأت الطهر، والطهر يعرف بعلامتين، القصة البيضاء والنقاء التام وهو الجفاف، مدة 24 ساعة تقريبا فقد طهرت. فأي دم ينزل بعد ذلك غير دم الحيض، مثل الدم مثل شبيه بالرعاف، دم الخفيف أو الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات، هذه طهر ليست بشيء، تتوضئين لكل صلاة ما دام تنزل، تتوضئين لكل صلاة وتقرئين القرآن ولله الحمد. أما إذا رجع لك الدم الصريح
الدم المعروف، دم الحيض، دم العادة، أسود، ثخيل، له رائحة، ينزل سائل غير متجلط، نعم ترجعين حتى لو كان أيام بين الحيضتين أيام قليلة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد ولا قدر للطهر بين الحيضتين، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فالدم الذي ينزل هذا المعروف دم النساء، دم الجبل، الجبلة والطبيعة والعادة، تجلسين بارك الله فيك. أبو إياد من عمان بارك الله فيه يسأل عن زكاة، يقول الفطرة بالنسبة للمرضى هل نعطيهم الجمعية مثلا؟ وأيضا يسأل يقول عن شخص عنده حالة ضعيفة، واحد من أخوانه يريد يتزوج، يقول هل يعطى من الزكاة؟ أبو إياد بارك الله فيك، وهذا الجواب للأخ أبو إياد ولجميع من يشاهدني في مثل هذه المسائل. أولا فيما يتعلق بمن عجز عن الصوم عجزا كاملا بحيث لا يستطيع الصوم، إما لكبر سن وإما لمرض وإما لوصية أطباء ونصيحة أطباء، بيقول ممنوع يصوم مطلقا، فإنه ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيخرج طعام. ويجوز للإنسان أن يطعم يوميا خلال رمضان، يجوز أن يطعم بعد أسبوع وكل أسبوع مثلا يطعم، أو في آخر الشهر، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد. ولا بد أن يطعم المساكين، الفقراء والمساكين، لا يجعلها مثل بعض الناس يقول أحطها إطعام صائم، لا، بعض الذين يأتون إلى الخيام سابقا مكتفين ما يستحقون الزكاة، ولذلك يطعم المسكين بارك الله فيه. ويجوز لك أن تعطيها الجمعية، بل قد يتأكد مع هذه الظروف الحالية الآن تقوم الجمعيات ولله الحمد بدور كبير وعمل جبار، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، فهم الآن يأخذون هذه الأموال ويوزعون الفطرة في الداخل أو الخارج أو في الداخل عموما. بالنسبة للفدية طبعا، بالنسبة للفطرة اللي هو زكاة الفطر، نفس الشيء أيضا، إذا ما عندك القدرة على أنك تخرج وتعطي الفطرة، زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكذا، ترسلها إلى الجمعية من خلال التطبيق الموجود عندك، وهم يطلعونها في آخر الشهر، لأن زكاة الفطر هي سميت بزكاة الفطر لأضيفت إلى سبب وجوبها وهو الفطر، يعني يوم العيد، فيخرجها الناس قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن الناس يشق عليهم، وفعلا الناس يشق عليهم، فلذلك هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا تقول والله أنا ما عندي أحد، عطى الجمعي. لكن أنبه أن بعض الناس سنويا في فقراء ومساكين من جيرانه وعائلته وأقاربه، متعودين مثل أبو إياد ومثل أبو أحمد ومثل أبو محمد يجيبون الفطرة، والآن يقول لك يعني هم ما زالوا فقراء وما زالوا مساكين، تخشى أن ما حد يصلهم. لا، وصل الفطرة لهم، وصل الفدية هذه، فدية الصائم أو الفطرة، وصلها لهم أنت ولا عيالك ولا السائق ولا توصي جار ولا تنتخي أي إنسان، تقول له وصل هذه لفلان، إذا كنت أنت عاجز عن أنك توصل هذه الشغلة لهم، يعني ما دام تعودوا عليك لا تحرمهم هذه السنة. بالنسبة لما يتعلق بقضية إعطاء الأخ الذي يريد الزواج وهو فقير غير قادر، نعم يعطى من الزكاة، أي إنسان عنده زكاة وعنده أخ مثلا يريد الزواج وغير قادر، ما عنده قدرة على تكاليف الزواج، يعطيه من الزكاة الحمد لله، ويتزوج له الأجر والثواب. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما يدعو به ويقول والشر ليس إليك، ولذلك من الأدب مع الله عز وجل أو من التأدب مع الله عز وجل أن الإنسان ما ينسب الشر إلى الله، مع أنه هو له خلقا وكونا جل وعلا، لكن ما ينسبه إليه في حال الدعاء، هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأفضل أن يقول اللهم شافهم بشفائك، عافهم بعافيتك مثلا، أي نعم ما في بأس. لكن لو حصل وقال هذا الكلام ما نستطيع أن نقول محرم أو لا يجوز، لكن ترك ما هو أولى وأكمل. علي يسأل يقول بالنسبة لرفع اليدين هل هو شرط من شروط صحة الدعاء؟ لا يا علي بارك الله فيك، رفع اليدين من آداب الدعاء،
وأيضا من الأمور التي يستجلب بها إجابة الدعاء بإذن الله بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع العبد يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا يعني خاليتين، ولذلك من آداب الدعاء أنك ترفع يديك إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل على المنبر ما كان يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء، فالاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء طلب السقيا من الله، والاستصحاء طلب صرف المطر على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، بارك الله فيك. ولذلك من آداب الدعاء وسننه ومستحبات أن الإنسان يرفع يديه، ومع رفع اليدين يظهر المسكنة والتذلل بين يدي الله جل وعلا. جمال بن أبو ظبي يقول في شاب عايش في دولة آسيوية عنده مفاهيم مغلوطة حول السمع والطاعة وأيضا الالتزام بالقوانين، يقول هو يريد الزواج لكن خايف أنه يوقع على أوراق يكون قد يعني دخل في أمور تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يا جمال بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ يظهر عنده تدين ويظهر عنده صلاح ويظهر عنده خطأ في الطريق والمسلك في مسألة طلب العلم، ولذلك هذا الصلاح وهذا التدين على خطر، على خطر بينه وبين الغلو شعرة، بينه وبين الغلو والتطرف شعرة، ولذلك يجب عليك بارك الله فيك أن تستهدفه دائما بالنصائح وأن ترشده إلى أن يلجأ إلى العلماء وأن لا ينفرد بفهم النصوص، يأتي إلى آية وينفرد بفهمها أو يأتي إلى حديث أو يسمع قول من الأقوال، لأن واضح بأن هذا الأخ الفاضل جزاه الله خير عنده حرص وتدين لكن على خطر، هو على شفا يعني حفرة إن سقط بها لن يفلح أبدا، ذلك أن اللي يتكلم فيه الآن أمر خطير، أمر يخالف الشرع ويخالف العقل ويخالف العرف، الكلام اللي يقوله هذا مؤكد بأنها هي نتاج قراءات مغلوطة أو سماع لأناس من الغلاة من التكفيريين أو الغلاة أو الذين والعياذ بالله ينشرون مثل هذه الأشياء، فليحذر يحذر، ولابد أن تنبهه إلى مثل هذا الأمر. بالنسبة لقضايا النكاح يعني الآن يقول والله أنا يريد الزواج لكن خايف أنه يوقع على ورقة وهذه الورقة يقول يعني يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله، إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا دخل عامي على شامي ودخل الأمور مع بعضها البعض بطريقة ما سمعنا حتى عند الغلاة، حتى عند هؤلاء الغلاة والمتطرفين الذين عندهم هذا النفس ما يقولون بمثل هذه الأشياء. ولذلك النكاح مبني على يعني على أركان واضحة، الزوجين الخاليين، الزوجان الخاليين من الموانع، الرضا وجود الولي ورضاه، الشهود، ذكروا المهر حتى لو المهر ما ذكر، النكاح صحيح ولله الحمد. ولذلك ليس لا حتى لو الآن تزوج في دولة غير مسلمة، تزوج في دولة غير مسلمة ما دام وجد الولي والزوجة هذه ليس بينه وبينها، ليس بينه وبين هذه الزوجة مانع من الموانع كأن تكون أختها من الرضاعة أو شيء مثلا، وجد الشهود وأشهر النكاح خلاص انتهى، أصبح نكاح ولله الحمد والمنة. ومسألة المسائل الأخرى هذه حقيقة الكلام فيها طويل يا أخوي جمال الله يرضى عليك، ولذلك ممكن بارك الله فيك تنصحه بقراءة بعض الكتب، الرجوع إلى العلماء، لا ينفرد بفهم بعض النصوص، شريعتنا ولله الحمد الأحكام فيها ظاهرة، أحكام فيها ظاهرة، عندنا خمس أحكام، الحدود عندنا خمسة فقط، الحدود عندنا خمسة، وعندنا باب التعزيرات هذا أوكله الله عز وجل لولي الأمر بما يراه مصلحة، ولذلك الآن ما يسمى بنظام العقوبات هذا كلها تعزيرات، هذا مساحة يعني جعلت لولي الأمر ومن يستمد سلطة من ولي الأمر أنهم يضعونها على حسب ما يحقق مصالح الناس ويدفع المفاسد. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه قال يسن للناس عقوبات على قدر الجرائم، فإذا كانت الجريمة غير الحدود في العام الماضي فيها سجن أسبوع، ممكن الآن يعني هذه العقوبة ممكن أنها تغير إلى سجن سنة على حسب جرائم الناس، وممكن تخفف من سنة إلى كذا على حسب ما يراه ولي الأمر، لأن الله عز وجل إنما أناط بهذه الأحكام لأنه يتصرف بقوة، فما لها علاقة بقضايا الأحكام والحدود الأخرى الموجودة التي ليس لأحد الحق أن يتصرف فيها إلا على وفق ما يسمى بالتخيير، مثلا عندنا القصاص، إما القصاص أو الدية أو العفو،
فولي الأمر يعرض العفو، يعرض الدية، فإن أبى القصاص. عندنا مسألة القطع قبل ما يصل إلى السلطان مثلا إلى الحاكم يجوز الشفاعة فيها، من تصل إلى الحاكم يحرم الشفاعة، مسألة قطع السرقة. وهكذا بقية الحدود، مثل ما قلت لك الكلام في هذا طويل، لكن انصحه أنه لا ينفرد ولا ينعزل ولا يغرد خارج سرب طلبة العلم، وإنما يرجع للعلماء ويحاول. أيضا أنت مسؤولية كبيرة ما دمت تتواصل معه أنك تعطيه الكتب، الكتب القائمة على الاعتدال والوسطية، كتب العلماء المشهورين، يأخذها ويقرأ فيها بارك الله فيك، وتتواصل معه باستمرار حتى يكون في مأمن بإذن الله. ناجي من ليبيا يقول: بالنسبة للشخص الذي يحفظ تقريبا 4 أجزاء، ما هو الأفضل له، أن يقرأ من المصحف أو يردد هذه الأجزاء 4؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للمواسم، مواسم الطاعة والعبادة مثل رمضان وعشر ذي الحجة، يعني كلام أهل العلم من أهل التحقيق على أن الإنسان يكثر فيها من قراءة القرآن، ولذلك الأفضل في رمضان أن تسمع نفسك القرآن كاملا، فإن لم يكن إمام يسمعك تسمع نفسك. ولذلك ما دام أنك سألتني ما الأفضل، الأفضل أنك تقرأ من المصحف حتى تختم القرآن، لكن في غير رمضان لا، ممكن تردد الأجزاء 4 هذه بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يقول: بالنسبة لكفالة الأيتام، يقول: أنا أكفل أيتام، هل لي أن أعطيهم من زكاتي؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، نعم، لتجمع بين الحسنيين والفضيلتين والخيرين بارك الله فيك، فتكون كفلت يتيم وعطيته من زكاة مالك بارك الله فيك. لكن ما يصلح أنك تحسبها من الكفالة، لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يكفل يتيم من الزكاة، وهذا غلط. كفالة اليتيم من باب الصدقة والبر، من باب الوقف، ومن باب الإحسان، ليست من باب الزكاة، ما تخرج من الزكاة، لكن تعطي اليتيم من الزكاة، تعطي الفقير من الزكاة. فأنت إذا كان كافل أيتام وحبيت أنك تساعدهم زيادة من الزكاة لاعتقادك بأنه فعلا الآن هم حاجتهم شديدة، يعني ما تكفيهم الكفالة، تعطيهم. أما إذا كانوا لا مكتفين، الكفالة اللي أنت تقوم فيها الحمد لله مغنيتهم، لا ما يصلح، لأن الله عز وجل إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فالشخص الذي كافل يتيم وحاب أن يعطي من الزكاة، طيب اليتيم هذا مكتفي ولا لا؟ إذا قلت لي مو مكتفي ما زال في حاجة، وأمه الله يعينها وعنده أخوان وكذا، ترسل له من الزكاة. يقولوا لك لا، الكفالة هذه مكفية وزيادة ولله الحمد، لا ما يجوز، لأن الآن ما يستحق الزكاة. عبد الله يقول: بالنسبة لفدية الصوم، يقول: أعطيها الجمعية ولا العمال ولا ماذا؟ عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، لعلك استمعت إلي قبل شوي لما ذكرت بعض الناس تعود أنه يجيه زكاة الفطر، يجيه فدية الصيام كل سنة من الأخ عبد الله ومن فلان وفلان، وإذا كانوا ينتظرونكم السنة هذه لا تقطعونهم بارك الله فيكم، سواء عمال ولا جيران ولا أقارب ولا أرحام مثلا فقراء ومساكين، لا تقطعونهم، تواصلوا معهم. والآن الحمد لله فيه إفراج، يعني الآن في وقت طويل جدا الإنسان ممكن أن يتحرك فيه، يودي صدقته، يودي كفارته، يودي زكاته إلى هؤلاء الناس. تقول لي لا والله أنا ما أعرف أحد هكذا فقط، وأنا والله حركتي بسيطة وضعيفة ولا أقدر أخرج، ما في شيء، تعطيها الجمعية وهم يتولونها ولله الحمد والمنة. حميد من أبو ظبي يقول: عندي خدامة أسلمت، يقول منعها الآن الطبيب من الصوم، عندها غدة وشيء من هذا القبيل، يقول أنا حاب أني أدفع عنها كفارة الصيام، يقول هل أخبرها؟ لأن ما تعرف هذا الشيء. حميد بارك الله فيك ورضي الله عنك، تؤجر على مثل هذه العناية، وكثر الله أمثالك. طيب أن يكون هناك عناية بالخدم المسلمين وغير المسلمين، في دعوتهم إلى الإسلام، في التلطف معهم، في القيام أيضا على أمورهم اللي ما يقدرون عليها، مثل الحالة هذه اللي عند الأخ حميد. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان فعلا قالها الطبيب أنك ما تصومين وصعب عليك الصوم مستقبلا، تطعم عنها عن كل يوم مسكين، هي تطعم عن نفسها، ما تقدر وأنت حبيت تتبرع لها جزاك الله خير، لكن أخبرها، قل أنا بطلع هذا، حتى تنوي، لازم من نيتها، لازم تستحضر، تقول له هذا المبلغ سنخرج فيه طعام عن كل يوم من أيام رمضان، ويصير عندها علم بهذا. إذا كان لا، الطبيب قال السنة هذه ما تصوم، بس السنة هذه خطر عليها ما تصوم، لا ما تطعمون عنها بارك الله فيك، وإنما تتركونها وتقضي بعد
ما يعني تزين حالتها وتصبح قادرة على الصيام تقضي بعد ذلك في الوقت اللي هي تشعر بأنها يعني قادرة على القضاء. أما إذا كان لا قال الطبيب ممنوع أبدا. هذه تطعمون عنها مثل ما ذكرت قبل شوي. بارك الله فيك. حميد يقول سمعتك بالأمس تجيب على مسائل فيما يتعلق برفع الأيدي في الصلاة، يقول حنا ما نرفع إلا في المرة الأولى. أخوي حميد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرفع في الصلاة سنة، ليس بفرض ولا بواجب. فلو أن إنسان ما رفع يديه أبدا، جاء واحد وقال الله أكبر ولا رفع يديه، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن رفع اليدين سنة، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لرفع اليدين، باتفاق العلماء في أول الصلاة هذا متفقين عليه، على أن يقول الله أكبر في أول الصلاة، هذا متفق عليه عن تكبيرة الإحرام. بالنسبة للمسألة الثالثة بعد ذلك في خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يذهب إلى أن يرفع ثلاث مرات في الصلاة، ومنهم من يذهب إلى أنه مرتين، ومنهم من يذهب إلى أنه أربع مرات. طيب من الحكم في هذا؟ ما هو الفيصل في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، كلهم يقولوا هذا الكلام. إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع في أول الصلاة يقول الله أكبر، وعند الركوع لما يجي يركع الله أكبر يركع، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، فإذا قام الشهود الأول قال الله أكبر. هذه أربع مواطن يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يتعود على شيء يا أخوي حميد الله يرضى عليك طبيعي، كلنا ما ولدنا يعني متعلمين، ولدنا جهال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكان عندنا أخطاء في حياتنا في صلاتنا وكذا، تنورنا وتعلمنا واستفدنا وتتلمذنا ووصلنا الحمد لله عرفنا. ولذلك نلتزم هذا، نلتزم ما دام انها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام نلتزمها. بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول بأن لها أخت أخذت قرض من البنك لشراء بيت، تقول ما اشترت البيت والآن هي تدفع الأقساط، هل عليها زكاة؟ الجواب نعم. أي إنسان الآن اشترى أخذت الآن قرض معين والقرض عندها ملكته، فما اشترت فيه الحاجة اللي ناوية تشتريها، سيارة ولا بيت ولا زواج ولا أي شيء يحصل مثلا تريده، فإن فيها الزكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، لأن هذا المال الذي بين يديها قابل للنماء، قابل للنماء، هذه لو شغلته اشتغل المال، جاب لها أرباح في الأسهم وفي مضاربة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أخبريها بأن عليها الزكاة إذا حال الحول على هذا المال الذي قد بلغ النصاب. أمة الله من الجزائر تقول بالنسبة لقراءة القرآن هل الأفضل من حفظي أو من المصحف؟ استمعت إلي قبل قليل وأنا أجيب على بعض السائلين، الأخ ناجي من ليبيا، قلت في رمضان الأفضل أن الإنسان يقرأ يسمع نفسه القرآن كاملا في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. فالأفضل في رمضان أنك تقرأين القرآن من المصحف في صلاة التراويح والقيام حتى تمرين على جميع المصحف، إلا إذا تقول لا والله أنا أقرأ في النهار وأختم ولله الحمد، اقرأ من حفظك. بارك الله فيك. أمة الله تقول كيف نحمد الله ونشكر إذا يعني إذا فتح الله علينا عز وجل بعض الأشياء؟ أمة الله، أولا بالنسبة لشكر الله هذه عبادة من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، وهي من الأعمال التي تدل على مظهر من مظاهر الإيمان، لما يكثر الإنسان اللهج دائما بشكر الله وبحمده والثناء عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان لابد أن يعلم بأن شكر الله ليس فقط بتحريك اللسان في الحلق، لا، وإنما شكر الله عز وجل يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. أما شكر القلب فاعتقاد القلب وإقراره بأن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها سواء كانت ظاهرة أو باطنة، خفية أو معلنة، صغيرة أو كبيرة، هي من الله، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك لابد أن الإنسان يستقر في قلبه شكر هذه النعم ويعترف بها لله،
سواء نعم اللي الحواس واللي في نفسه وذاته، أو نعم اللي في بيته، ونعم اللي في دولته، ونعم في العالم، هذه كلها من الله عز وجل. الأمر الثاني شكر اللسان، دائما يقول الحمد لله، شكر لله، الحمد لله، شكر لله، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك مثلا. الثالث شكر الجوارح والأركان، بمعنى استعمال النعم في طاعة الله، أن يستعمل الإنسان النعم هذه في طاعة الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالمال اللي عندك نعمة ولا لا؟ المال اللي عندك يا أخت الفاضل نعمة ولا لا؟ نعمة. إذا وضعتيها في حرام أنت كفرت نعمة الله، إذا وضعتيها في حلال شكرت نعمة الله. السمع والبصر واللسان واليدان وكلها الأطراف هذه كلها من نعم الله، استعمالها في طاعة الله شكر لله، استعمالها في معصية الله كفران لنعمة الله. ولذلك قال جل وعلا في آية واحد وعد وتوعد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجرت العادة بأن النعم هذه إذا لم يشكرها العباد زالت، ولذلك قيد النعم شكر الله، وقلما نعمة انقشعت فعادت مرة ثانية أبدا. وهذا سبحان الله العظيم بالتجربة والسوابق التاريخية والوقائع الحالية، النعم إذا ذهبت خلاص، ولذلك على الناس أن يشكروا. يبقى المسألة الثالثة، إذا تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة تسجدين لله سجدة شكر. وهذه متى؟ إذا تجددت نعمة، جاك خبر مفرح، ولد لك مولود، ولد لابنك، جاءك مبلغ مالي مثلا، جاءتك وظيفة، سلم الله كذا مثلا أحد أحبابك وأقاربك، تسجدين لله سجدة شكر فقط، تقول الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الله أكبر ترفعين فقط، هذه تسمى سجدة الشكر، بارك الله فيك. طيب أمت الله باقي لك سؤالين. الأخ محمد أيضا من العين، أم محمد من العين كذلك، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.